أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع شركة فيزا العالمية وتوسيع استثماراتها في مصر. وخلال استقباله الرئيس التنفيذي للشركة ألفريد كيلي، بحث الجانبان سبل التعاون مع شركة فيزا لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي المصرية، حيث تم استعراض الجهود المصرية في هذا الإطار والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، أكد كيلي حرص الشركة على التعاون مع مصر لإرساء دعائم الاقتصاد الرقمي وتحقيق الشمول المالي.